هنكمل بقى ان شاء الله النهارده. هنكمل امبارح اتكلمنا على الفايل سيستم، تمام؟ واتكلمنا ازاي الفايل سيستم بيرتب الفايلز والدايركتوريز اللي موجوده عندنا. هنكمل النهارده ان شاء الله زي ما اتفقنا امبارح اليوتيليتيز اللي احنا بنشتغل معاها. بس تعالى كده بس بسرعه كده مراجعه سريعه، تعالى هسويتش يوزر كده، تمام؟ طيب كلام جميل. فاكر لما كنت بقول لك ls كده سلاش، كلمتك امبارح على شويه دايركتوريز كملناها، مثلا بن وقلت لك فيها الباينرز اس بن وفيها السوبر يوزر بن او الباينرز الخاصه بالروت او الادمنستريتور. قلت لك اي تي سي هيكون فيها الكونفيجريشن فايلز، الديف هيكون فيها الديفايس فايلز، واتكلمنا على شويه رولز كده عندنا مثلا منها ان everything is a file، يعني اي حاجه عندك في الدنيا هي فايل، صح؟ تمام. طيب ايه كمان؟ اتكلمنا على دايركتوريز ثانيه سبيشال دايركتوريز قوي زي temp فيها temporary files. ايه تاني؟ هوم، هي الهوم او المكان اللي فيه الهوم دايركتوريز بتاع اليوزرز. var هيكون فيه الفاريبل فايلز زي اللوجز بتاعتك مثلا، زي لو عندك داتابيز، زي لو عندك ويب سيرفر، خلاص. ميديا وام ان تي وقلت لك كانوا بيستخدموهم عشان تاكسس الديفايسز. ام ان تي كانت موجوده ايام الفلوبي ديسكس ولسه موجوده لحد النهارده، وميديا كانت بتستخدمها عشان تاكسس الريموفابل ميديا زي الهارد ديسك، البورتابل هارد ديسك مثلا، زي اليو اس بي فلاش وهكذا. طيب كلام جميل، تعال نكمل بقى. بالمناسبه كمان في عندنا امر كده كان اسمه تري، تري ده مش موجود. طيب بس انا هوريهولك، بس انت مش مطالب باي حاجه منه. تعالى كده ماونت ديف سي دي روم، ولا كانك شايف حاجه من اللي انا بعملها. طيب مفيش اسطوانه هنا، يعني الحاجه اللي هعملها دي اعتبر نفسك ما شفتهاش مؤقتا بس لحد 3 4 ايام كمان، وايه وهتبقى مسؤوليتك انت تعمل ماونت للحاجات دي كمان. بس انا هوريك بس الناتج بتاعه، عامل لها كونكت كده. خليها في ميديا يا سيدي. حلو جدا. بص كده هتلاقي عندي امر بقى اسمه تري كده، لو قلت له تري للسلاش او تري حتى للمكان اللي انت واقف فيه هيوريه لك في شكل تري. قلت له كده سي دي للسلاش تري، او سي دي سلاش هوم، خليها في حاجه بسيطه عشان تبقى شايف الشكل بتاعها بقى عامل ازاي. تري كده، بص كده عمل ايه، هيبينه لك في شكل عامل زي التري. ها بص، هتلاقي عندك دايركتوري وطالع منها شويه دايركتوريز، ولو في عندك لو دخلت كده مثلا قلت له مثلا يا سيدي سي دي سلاش وليكن مثلا يو اس ار، حلو، جيت اقول له كده تري، بس انا بس ده اللي انا عايزه. تعالى هنا بص لي شكل الاوتبوت عامل ازاي، هيطلع لك شكل الاوتبوت عندك كانها تري. كده ولا كانك شفت الامر ده، انا بوريك بس الناتج. بص هتلاقي كل دايركتوري طلع منها او ليها اكتر من فايل او دايركتوري تحتها. بص بص لسه هكلمك على موضوع التاب النهارده. بص اهو هو ده اللي انا عايزه، بص لي كده بيقول لك انا عندي الدايركتوري الاصليه دي طالع منها دايركتوري اسمها مش عارف جي في ام، جي في ام مش عارف اكسبورتس، دي طالع منها دايركتوري ثانيه او فايل ثاني، او دي دايركتوري اهي.
طيب الدايركتوري دي طلعت من تحت منها شويه فايلز كمان اهو، شايف؟ ها وضحت ولا كانك شفت اي امر من ده. انا كنت بوريك بس الشكل بتاعه، لان امبارح كنت قلت لك انفرتد تري فعشان الناس تتصور بس هو ليه كنت بقول لك انفرتد تري خلاص. ولو في اي طريقه تريبريزنت الكلام ده بشكل تشوفه كانه تري فعلا، فانت في عندك امر اسمه تري خلاص. مبدئيا خليك بس تستخدم امر تري ده، لو هتستخدمه استخدمه في الكرنت وركينج دايركتوري دلوقتي، لا لمده 3 4 ايام اللي جايين دول، بعد كده بقى خلاص يبقى كل الكلام ده مسؤوليتك الشخصيه ماشي. طيب تعال نكمل ايه الشغل بتاعنا. انا بس حبيت اوريك طريقه لو حبيت تشوف الفايلز والدايركتوريز اللي موجوده عندك ريبريزنتد كتري ماشي. طيب بالمناسبه هو نفس الشكل ده كانك عملت كده، مفيش اي اختلاف ها، بس بص ده هتلاقي الريبريزنتيشن بتاعه مفهومه يعني الى حد ما بيفهمك الدنيا رايحه فين وجايه منين تمام، مين اللي جوه ايه، يعني ايه الفايلز اللي انهي جوه دايركتوري بالظبط، بتلاقي شكله واضح شويه الى حد كبير يعني ماشي كده. طيب دورنا ايه دلوقتي بقى؟ دورنا النهارده يا سيدي ان احنا نبدا نتعامل مع الفايلز والدايركتوريز دي. امبارح اديتك 2 يوتيليتيز، كانت اول واحده منهم لو انت فاكر كان تاتش، فاكر؟ ولو قلت لك كده تاتش الفايل وليكن فايل 10، ها ايه اللي بيحصل؟ لو الفايل مش موجود بيكريته، لو الفايل موجود كان بيغير ها اللاست اكسس دي تايم بتاع الملف ده ماشي كده؟ طب لو قلت له كده فايل 10 وفايل 11 وفايل 12 ها ايه اللي هيحصل؟ هيكريت التلاته مع بعض، هيكريت التلاته مع بعض خلاص كده. طب لو كان حد فيهم موجود خلاص، اللي موجود هيغير التايم ستامب، اللي مش موجود هيعمل له كرييت بس كده تمام كده. طيب اتكلمنا كمان على امر تاني زي ها كات، وكات ده اتعاملنا معاه امبارح، قلت لك كات ده بيعمل ايه؟ بيعرض التكست اللي جوه ملف، بيعرض لك الملف ده ماشي كده. طيب اتكلمنا على ايه كمان؟ على امر تاني زي نانو، وقلت لك نانو ده ممكن تستخدمه كفيري سمبل تكست اديتور، يعني ابسط تكست اديتور ممكن تستخدمه في حياتك ماشي. طيب كلام جميل. تعال بقى نكمل ها نكمل شغلنا النهارده. تعال نفتح كده الوورد بقى لو تفتكر امبارح كنا عملنا ريبريزنتيشن كده بسيطه للفايل سيستم خلاص، وكنا قلنا ان الفايل سيستم دايما عندك بيبدا بمين؟ ها بالسلاش، والسلاش دي بنسميها الروت فايل سيستم او الروت اف اس خلاص. تحت السلاش دي بيكون تحت منها شويه فايلز ودايركتوريز، مثلا زي هوم. هوم دي ممكن تلاقي جواها ها مجموعه دايركتوريز، لو عندك يوزر اسمه علي هتلاقي دايركتوري باسمه اسمها علي برضو، لو عندك يوزر اسمه احمد هتلاقي دايركتوري اسمها احمد، ودي الهوم دايركتوري بتاع احمد ودي الهوم دايركتوري بتاع علي تمام جدا ممتاز جدا. عندنا كمان مثلا زي فار، فار دي ممكن تلاقي تحتها مثلا لوج، ممكن تلاقي تحتها ميل وهكذا، ممكن تلاقي مثلا يو اس ار، ممكن تلاقي تحت يو اس ار ده كمان هتلاقي فولدر اسمه شير، ممكن تلاقي تحت شير كمان شويه حاجات تانية وهكذا صح. طيب النهارده انا عايز اعمل ايه؟ امبارح كمان كنا اتكلمنا على الامر اللي اسمه سي دي، فاكر الامر ده بتاع امبارح سي دي؟ ها سي دي كان بيعمل ايه؟ كان بيغير الدايركتوري اللي انت موجود فيها، يعني لو انت كنت واقف في المكان ده كان بيحولك لمكان زي ده مثلا ماشي. طيب كلام جميل. تعال نكمل بقى النهارده بقى الشغل بتاعنا. النهارده انا عايز اعمل ايه؟ النهارده يا سيدي انا امبارح كريت وليكن كان عندي يوزر بلاش احمد ده، خلينا في السيناريو اللي احنا شغالين فيه. انا امبارح كان عندي يوزر اسمه مصطفى صح؟ جوه مصطفى ده جوه الدايركتوري بتاعته عملت فايل اسمه فايل واحد
طيب كلام جميل. طيب انا عايز اتعلم النهارده اول حاجه اعمل دايركتوري. انا عايز اول حاجه اعملها اعمل دايركتوري. طيب تعمل دايركتوري ازاي يا عم؟ والله الموضوع بسيط جدا. عندك امر كده اسمه ام كي داير. ام كي داير ودي له اسم الدايركتوري، وليكن هسميها دايركتوري واحد، داير واحد. بص كده ال اس ايه اللي حصل؟ ها داير واحد ظهرت، داير واحد ظهرت موجوده هي. طيب ممتاز جدا. طب لو عايز اعمل اكتر من دايركتوري ممكن اقول له كده ام كي داير، داير واحد، داير اتنين، داير تلاته. بص لي كده الامر ام كي داير مش هيكون زي تاتش. تاتش قلت لك لو الملف كان موجود ها بيغير التايم ستامب صح. طب ام كي داير لو الدايركتوري موجوده ها، لو الدايركتوري موجوده هيغير التايم ستامب؟ لا، هيطلع لك كده ايرور ويقول لك ان الدايركتوري دي او الفايل ده اكزيست. خليك فاكر لاحظ اول حكايه دي انا حبيت اعمل دايركتوري صح، بس راح قايل لي فايل اكزيست. خليك فاكر المفروض يقول لي دايركتوري اكزيست صح. ليه قال لي فايل اكزيست؟ هتعرف بعد بكره ان شاء الله. ليه قال لي فايل اكزيست وليس دايركتوري اكزيست؟ هتعرف بعد بكره ماشي. خليك فاكر الحاجات الصغيره دي. طيب ممتاز جدا. يبقى لو الدايركتوري موجوده مش هيعديها لك ولا هيغير التايم ستامب، لا هيقول لك دي ايه، دي الدايركتوري دي موجوده قبل كده. طيب حلو جدا. يبقى دلوقتي ممكن تعمل فايل او دايركتوري. طيب تعال كده اعقد الدنيا اكتر معاك. بص انا واقف هنا، يعني انا دلوقتي حاليا انا واقف في الفولدر اللي اسمه مصطفى ده صح، او في الفولدر اللي اسمه روت. تعالى كده مثلا هقول له cd slash home مصطفى. bwd قال لي انت فين؟ في هوم مصطفى. حلو قوي. طب انت عايز ايه برضو؟ يعني انا عايز اعمل كده، انا عايز اكريت فولدر جديد باسم داير واحد جوه تمب. تمام؟ والله ممكن واحد يقول لي هعمل كده cd slash temp وبعد كده mk داير داير واحد صح؟ ls كده ها داير واحد اتكريتد. ايوه اهي اهي موجوده اهي. خلي بالك خلي بالك في مشكله حصلت اللي هي ايه؟ ان انا كل ما احب اكري الدايركتوري في مكان تاني لازم اتنقل للمكان الجديد ده. ايه الكلام ده يا عم؟ ده عذاب قوي صح؟ طب تعالى كده ارجع مره تانيه. قال لي انت رجعت لهو مصطفى. طب في طريقه ممكن اكري الدايركتوري ها في مكان تاني وانا واقف في نفس المكان بتاعي؟ شوف انا مكاني فين دلوقتي؟ في هو مصطفى صح؟ هتسالني طب انت عايز تكريتها فين؟ هقول لك اهو ام كي داير سلاش تمب، وليكن هسميها المره دي داير 2، هسميها باسم داير 2. لو جيت اقول له كده ال اس سلاش تمب ها اتكريتت بقت موجوده اهي. بص كده فوق كان في حاجه اسمها داير 2 ما كانتش موجوده. يبقى بكل بساطه اللي انا عايز اوصل له، اللي انا عايز اوصل له لو عايز تعمل اوبريشن في مكان غير اللي انت موجود فيه حدد له الباث بتاعه. حدد الباث. فاكر امبارح ما اتكلمنا على الباث ها، واتكلمنا على الابسولوت باث والريلاتيف باث. يبقى لو انت عايز تعمل داير او تتاتش حتى فايل او تعمل اي عمليه ايا كانت بغض النظر بقى مثلا في مكان تاني وليكن في فار لوج، ممكن تقول له كده ام كي داير فار لوج ها، وليكن سمي الدايركتوري نيو دايركتوري ها. ايه رايك؟ ماشي كده ها تمام كده. يبقى باي ديفولت، باي ديفولت لو انت قلت له كده ام كي داير واديته الاسم من غير ما تحدد له المكان ها، هيفترض ان انت عايز تكريت الدايركتوري دي في نفس المكان اللي انت واقف فيه. اهو تست اتكريتت اهي. وليه اتكريتت هنا؟ لان انا واقف في المكان ده، انا واقف وهو مصطفى فراحت متكريته في نفس المكان اللي انا واقف فيه. انما لو عايز تكريتها في مكان تاني قول له عايز تكريتها فين يا عم. اهو حطها في تمب وليكن هسميها ماي دايركتوري. ماي دايركتوري اهي
ها وضحت الحكايه دي؟ حد عنده اي سؤال؟ اللي مش فاهم الحكايه دي وقفني، اللي مش فاهم الحته دي وقفني. ها حلو جدا، ممتاز قوي. طيب التسجيل شغال والله، التسجيل شغال. طيب نرجع بقى سي دي كده. انا عملت ايه دلوقتي؟ بص يا سيدي، انا عملت دايركتوري او عملت ثلاثة دايركتوريز صح؟ اهم داير واحد ودار اتنين ودار ثلاثة، وعملت ايه كمان؟ فايل واحد وفايل 10 وفايل 11 وفايل 12 وفايل 2 و3 و4. حلو قوي، جميل. طيب بص، يبقى كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل فايل، ازاي نعمل دايركتوري، خلاص، ازاي اعمل فايل او دايركتوري في مكان غير المكان اللي انا واقف فيه، تمام. طب ايه بقى اللي بعد كده؟ انا عايز دلوقتي اعمل كوبي لملف، اعمل كوبي لملف فايل واحد ده، تمام، اسميه باسم تاني او احطه في مكان تاني مش فارقه، عايز اعمل له كوبي. ها عندي كلمة كابي اصلا معناها بياخد صورة طبق الاصل من الملف الاصلي. ها يعمل فيه ايه؟ يحطه في مكان تاني، تمام، او يعمل ايه؟ او يسيبه في نفس المكان بس باسم جديد، تمام كده. طيب كلام جميل، بصوا لي كده، ممكن اقول له كده الامر بتاع الكابينج اصلا اسمه سي بي، ممكن اقول له كده سي بي، سي بي لفايل واحد سميه كده مثلا باك اب فايل، ال اس كده باك اب فايل. ها بقى موجود اهو، بقى موجود اهو، شايف؟ طب بص، لو جيت عرضت فايل واحد، ها طب لو جيت عرضت باك اب فايل، هو نفس الكلام اللي في فايل واحد هو نفسه اللي في باك اب فايل. هو يبقى عمليه الكوبينج كانت عباره عن ايه؟ بياخد صوره طبق الاصل من الملف الاصلي، ها، يعمل فيه ايه؟ ينسخه باسم جديد او يحطه في مكان جديد. يعني لو انت عايز تعمل، قلت له كده ال اس عندي، كنا اقول له كده كوبي للملف اللي اسمه فايل واحد وليكن هحطه في سلاش تمب، ال اس سلاش تمب كده، فين فايل واحد يا عم؟ اهو موجود اهو. طب لو عايز اعرضه من سلاش تمب هقول له كده كات سلاش تمب فايل واحد، كات التي كانت ناقصه اهو، شفت؟ يبقى لو بتعمل كوبي، لو بتعمل كوبي بيعمل ايه؟ بياخد صوره طبق الاصل الملف ده، ايه، يخزنها سواء في نفس المكان اللي انت فيه او بيحطها في مكان تاني. عايز تحطها في مكان تاني يا عم، قول له بس عايز تحطها فين بالظبط، لازم تحدد له، ما هو السيستم مش ساحر عشان يفهم انت عايز ايه، خلاص. طيب كلام جميل، حلو. ال اس كده عندي، انا كان عندي مثلا، تعالى كده ممكن اعمل اقول له ايه، كوبي كده باك اب فايل وهحطه جوه داير واحد مثلا. خليك فاكر انا قلت لك امبارح لو انت بتتعامل مع دايركتري ممكن تحط لها في الاخر سلاش او لا، فاكر؟ ما تنساش الحكايه دي، انا ما تنساش. فلما تلاقي دايركتري هنا مش معناها حاجه غلط، انما لو جيت مع فايل وعملت كده ده غلط. انا بعيد بس وبكرر، يعني ايه؟ تذكره، يعني تذكره اكتر ولا اقل. طيب كلام جميل، ماشي، شكرا، مش عايز انفذ الامر ده. لو جيت اقول له كده ال اس الدايركتوري اللي اسمها داير واحد، ها الملف بقى موجود جواها؟ موجود صح. طيب ينفع اكابي دايركتوري بقى؟ انا دلوقتي عملت كابي الفايل صح، طب انا عايز اكابي دايركتوري، ها عايز اكابي دايركتوري، فرضا انا عايز اخد نسخه من داير واحد دي احطها جوه داير اتنين، انا عايز اخد نسخه من داير واحد احطها جوه داير اتنين، اعملها ازاي دي؟ نفس الفكرة بالظبط، كوبي لداير واحد هحطها جوا داير اتنين، بس كده. بص لو جيت تنفذ الأمر ده ايه اللي هيحصل؟ اوبا، ايه ده؟ طب لو جيت أقول له كده ال اس داير اتنين، مفيش حاجة اتنقلت يا عم، ليه الخطأ ده حصل؟ أو ليه أوميتنج، أو أوميتنج دايركتوري دي يعني ايه؟ يقول لك يعني سابها عداها. ليه بقى؟ ليه سابها وليه عداها؟ بكل بساطة لان دايركتري واحد دي مش فاضيه،
دايركتري واحد فيه جواها كونتنت. فلو جيت تقول له كده قال لي اس داير واحد مكان جواها فايل اسمه باك اب فايل، صح؟ طيب عشان انا عشان تعمل كوبي لدايركتري فيها كونتنت، يعني دايركتري في جواها فايلز ثانيه او دايركتوريز ثانيه، خلاص يعني دايركتري مش فاضيه بكل بساطه، لازم تعمل ايه؟ ها لازم تستخدم الاوبشن اللي اسمه داش ار. داش ار معناه، ها معنى كلمه ار هنا معناها ريكيرسيف. عارف ريكيرسيف يعني ايه؟ يعني الدايركتوري دي باللي جواها، يعني الدايركتوري باللي جواها، خلاص. طب ايه بقى الوقت كده ايه اللي انا عملته ده؟ بص سي بي ده الامر، داش ار دي معناها اوبشن مع الامر، انا عايز استخدم الاوبشن اللي اسمه ريكيرسيف. وادا داير واحد وداير اتنين، دول الارجيومنتس. هنتكلم عن على ايه الصيغه العامه لاي امر كمان شويه النهارده ان شاء الله، النهارده ان شاء الله اكلمك عليه. طيب تعال كده نجرب المره دي. ها الله ما طلعليش اي ايرور، معنى كده ان هو اتنفذ. طب تعالى كده ال اس داير اتنين كده، ها داير واحد اتنقلت. طب لو جيت اقول له كده، طب اتنقلت باللي جواها، لو جيت اقول له كده تري مثلا داير اتنين، ايوه بص كده ايه اللي حصل، قال لي انا عندي داير اتنين جواها داير واحد وداير واحد جواها باك اب فايل. ها ايه رايك؟ ايه رايك؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ها حد عنده اي سؤال يوقفني، لو حد عنده اي سؤال يوقفني. طيب كلام جميل. طيب الخطوه اللي بعد كده، انا عايز اكابي داير واحد ديا بس هحطها في مكان تاني خالص، عايز اكابي داير واحد بس احطها في مكان تاني. ها تعملها ازاي؟ ممكن اقول له كده كابي لمين يا عم؟ لداير واحد، وهقول له حطها لي في سلاش تمب، برضه نفس الحكايه، لازم تقول له داش ار اهو ال اس كده سلاش تمب. ها يا عم ها بقيت موجوده. طيب خلي بالك في حاجه انت ما خدتش بالك منها حصلت دلوقتي، انا كان عندي اصلا في سلاش تمب دايركتوري اسمها دايركتوري واحد وكانت فاضيه من شويه. طب بص كده لو جيت ال اس كده سلاش تمب داير واحد، ايه اللي حصل؟ ها ايه اللي حصل؟ بكل بساطه ها راح للدايركتوري دي لقاها موجوده بنفس الاسم. طب لقى الكونتنت مش موجود راح عامل ايه؟ ها او لقى الملفات اللي جوه الدايركتوري دي مش موجوده راح عامل ايه؟ راح واخدهم منين؟ من السورس اللي قلت له عليه اهو، ادي السورس اهو، السورس بتاعه كان داير واحد، خلاص. يبقى لو حبيت كده، لو حبيت تكابي اي فايل مش محتاج داش ار خالص اطلاقا، لكن لو محتاج تكابي دايركتري محتاج داش ار معاك، تمام. تاني بص لي كده ام كي داير سلاش تيم وليكن سميها لي وورك، حلو تمام. طيب انا هعمل دايركتوري جديده برضو عندي في نفس المكان اللي انا فيه اسمها وورك، وبعد كده كابي وليكن لداير اتنين جوه الدايركتوري اللي اسمها وورك، وهستخدم طبعا الاوبشن اللي اسمه داش ار. بص لي كده تري سلاش تمب وورك، ها فاضيه اهو مفيش جواها اي حاجه. طب تري للفولدر اللي اسمه وورك عندنا اللي في نفس الهوم دايركتوري اهو جوه ملفات، حلو كده. لحد دلوقتي عندك اي مشكله؟ عندي اتنين دايركتوريز بنفس الاسم، واحده في سلاش تمب وواحده في نفس المكان اللي انا موجود فيه، اللي في المكان اللي انا فيه فيها ملفات ودايركتوريز ثانيه. ها اكمل؟ عندك اي مشكله لحد هنا؟ حلو قوي. بص لو جيت عملت كده سي بي داش ار للدايركتوري اللي اسمها وورك عندي، عايز احطها في سلاش تم، خلاص. بص كده للتري لسلاش تم وورك، ايه اللي حصل له؟ ها ايه اللي حصل؟ راح لقى ان
في اصلا دايركتوري هناك اسمها وورك في تمب، راحت فين اهي؟ لا دايركتوري بنفس الاسم. طب الكونتنت لقاها فاضيه، راح واخد نفس اللي كان موجود جوه السورس اللي انا قلته له، ها حطه فين؟ في الدايركتوري دي. وضحت؟ اخد الملفات بس، اخد الملفات بس. لو عندك دايركتوري بنفس الاسم في الديستنيشن او في المكان اللي عايز تنقله ليها او تكابي ليها، ها بياخد الكونتنت بس اللي جوه الدايركتوري دي يحطه فين؟ في المكان اللي عايز تنقله ليه. لكن لو كان الوضع كده، لو كان الوضع كده وليكن هعمل كده mk dir وهسميها test work وكوبي كده لداير 2 حطها في test work دي. لو قلت له كده ls slash temp، هل في عندي دايركتوري في temp اسمها test work؟ لا مفيش. لو جيت اقول له كده cb dash r test work حطها لي في slash temp، خلاص. جيت اقول له كده 3/temp/test work، بص ايه اللي حصل. هتلاقي نفس الناتج شيب او الناتج اللي حصل، اللي حصله المره دي، ها راح جوه temp لقى test work دي موجوده، لا ما لقاهاش، هياخدها زي ما هي كده يحطها هناك. لكن في الحاله اللي فاتت خد الكونتنت اللي كان جوه work، ها وراح حاطه فين؟ جوه الدايركتري اللي كانت اصلا موجوده هناك، حطها جوه الدايركتري اللي انا كنت لسه مكريتها هناك. وصلت؟ ها ماشي كده. طيب كلام جميل، حلو قوي. فاضل لي بس اخر حاجه عشان ابقى خلصت موضوع الكوبي والموضوع انتهى. بص ال اس كده، انا عندي دلوقتي دايركتري اسمها وورك، ماشي. في فين يا عم الورك دي؟ دي موجوده في سلاش روت، حلو قوي. طب انا عايز اعمل لها كوبي في سلاش تمب باسم تاني، يعني انا عايز لما تتحط في سلاش تمب تتسمى مثلا ريبورت، ها تعملها ازاي؟ والله بسيطه قوي. سي بي داش ار للدايركتوري اللي اسمها وورك حطها لي في سلاش تمب، لو سبتها كده هيحطها بنفس الاسم، انما لو حددت له اسم هيعمل ايه؟ هيحطها هناك بالاسم اللي انت حاطه له ده. بص ايه اللي حصل، فين ريبورت 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 اهو، ما كانش عنده اصلا حاجه اسمها ريبورت. ده انا اللي قلت له لما تحب تكوبي الدايركتوري دي حطها لي في تمب بس بالاسم ده، ها واضحه. يبقى كوبي لو ما حددتلوش الاسم، لو سبت له دي كده فاضيه ما حددتلوش الاسم هنا، هياخدها بنفس الاسم بالظبط يحطها في المكان اللي انت عايزه، انما لو حددت له الاسم ها بيحطها بالاسم اللي انت عايزه تحديدا، خلاص. محمد مش هينفع عيد كل كلمه، حاول تركز شويه. حلو قوي السؤال ده. بص لي كده، لو في فولدر، لو في فولدر اسمه ريبورت، يعني بص المره دي كده عملت كده سي بي داش ار، ها ورحت واخد وليكن داير واحد جوه الفولدر اللي اسمه تم ريبورت، بص هيعمل ايه المره دي. ال اس كده سلاش تم ريبورت، بص عمل ايه، حطها جوه الدايركتوري دي، راح واخد داير واحد دي راح عامل له ايه اهون. عمل ايه دلوقتي؟ خد داير واحد حطها لي فين؟ جوه الفولدر اللي اسمه ريبورت ده. شفت بقى؟ ها وضحت؟ يبقى تاني لما انا قلت له هنا كوبي الورك جوه تمب بالاسم ده، لما ده ما كانش موجود راح اعمل لها كوبي بالاسم الجديد ده. لكن في الحاله بتاعتنا دي عمل ايه؟
انا قلت له كابي داير واحد جوه تمبري بورت، بس تمبري بورت موجود اصلا، يبقى المره دي هياخدها هيحطها فين؟ هيحطها جواه، وده اللي حصل عندي هنا اهو، خدت بالك؟ ها وضحت؟ ممتاز جدا. طيب كلام جميل، نكمل بقى نكمل. يبقى ده كان بالنسبه للامر اللي اسمه كابي. انا عارف ان الامر ده اكتر واحد هيطول معانا لان كل اللي جايين بعده شبهه بالظبط. طيب دلوقتي بدل الكابي انا عايز اعمل موف. الفرق بين الكابي والموف ان الكابي كان بيسيب السورس فايل، يعني انا لما قلت له كده كابي للدايركتري اللي اسمها ورك، بص عندي كده، هل ورك دي لسه موجوده؟ اه لسه موجوده هي. لكن لو انا قلت له كده موف لورك دي، ايه اللي هيحصل؟ هيشيل ورك من المكان اللي انت قلت له عليه، هيحطها في المكان اللي هتقول له عليه. يعني لو قلت له كده ام في ورك حطها لي في سلاش فار ال اس كده، ايه اللي حصل لورك اللي كانت موجوده عندي؟ اختفت. طب بص كده ال اس سلاش فار، ايه اللي حصل لورك؟ اهي ظهر التاني اهي، خدت بالك؟ ماشي كده؟ طيب كلام جميل ممتاز. حاجة بس عايز اقول لك عليها كمان، ان ام في انت مش محتاج معاها الاوبشن اللي اسمه داش ار، مفيش اصلا اوبشن اسمه داش ار مع الام في، مفيش اوبشن اسف اسمه داش ار مع الام في. طيب لو كانت موجودة بنفس الاسم، حلو قوي جميل. تعالى كده لو قلت له كده ام في سلاش فار ورك، الاول قبل اي حاجه ال اس سلاش سلاش تيم، هل عندي دايركتوري اسمها ورك؟ اه موجوده هي صح، موجوده. طب لو قلت له كده ام في سلاش فار ورك حطها لي في سلاش تيم ورك، ال اس كده سلاش تيم ورك لسه موجودة. طب ال 3 سلاش تمب ورك عمل ايه؟ خدها حطها، لو انت حددت له بنفس الاسم برضو، ها عمل ايه؟ راح واخد دي حاططها جوه تمب ورك دي، يعني عمل ايه؟ راح واخد ورك دي كده حطها لي جوه هنا. طيب سؤال بقى، سؤال لو انا جيت قلت له كده ام في داير واحد ام في داير واحد حطها لي يا سيدي في سلاش تم بس باسم نيو داير ال اس سلاش تم، ها ايه اللي حصل لها؟ اتنقلت هناك بس باسم جديد خالص، زيها زي الكوبي بالظبط، مفيش اي اختلاف. اه ممكن تعمل موف لفولدر من مكان لمكان وانت واقف في مكان تالت خالص، بس لازم تحدد له، ها لازم تحدد له مكان السورس فايل او السورس دايركتوري والديستنيشن دايركتوري من غير اخطاء. يعني لو الدايركتوري دي موجوده مثلا في سلاش فار فار لوج، او موجوده في يوزر شير مش عارف مثلا سكرين شوتس او يوزر شير فونتس، تاخدها من المكان اللي هي فيه حطها في مكان تاني خالص وانت واقف في مكان تالت. اديك مثال، بص كده تعالى نمسح كده ايه الكلام ده، بص لي كده، انا ممكن اعمل حاجه زي كده كوبي داش ار ليوزر شير فونتس حطها لي في سلاش تم، ماشي. بص انا كان مكاني فين اصلا؟ انا موجود في الروت، انا موجود في الروت، بس نقلت الدايركتوري دي او خدت كوبي من الدايركتوري دي وهي في مكان تاني خالص وحطيتها في مكان تالت خالص وانا ماليش دعوه بيهم اساسا، ده انا بعيد عنهم في دايركتوري مختلف عنهم اساسا هما الاثنين. ال اس كده سلاش تمب، ها فونتس اتنقلت اهي، اتنقلت اهي،
طب ls كده سلاش temp fonts، وريني ايه اللي جوه الدايركتوري دي. اهو شفت جواها دايركتوريز قد ايه، شفت وضحت النقطة دي خلاص. يبقى ممكن تنقل من فولدر لفولدر تاني وانت واقف في مكان مختلف عن الاثنين اساسا، بس الشرط تديله الباث مظبوط خلاص. طيب كلام جميل. هقول لك بقى، يبقى بالنسبه للكوبي سهل، الكوبي والموف، ها تعرف تعمل كوبي لفايل وموف لفايل، تعرف تعمل كوبي لدايركتري وموف لدايركتري. الفرق بين الكوبي والموف بس في حاجه واحده، ان الكوبي معهوش ها اسف الموف معهوش داش ار، داش ار بتستخدمها بس مع الكوبي لا اكتر ولا اقل. طيب كلام جميل. الكوبي كان بيسيب السورس زي ما هو، انما الموف بيشيل السورس من مكانه ويوديه ايه المكان الجديد. طيب كلام جميل، يبقى كده كوبي وريموف مظبوطين تمام مفيش مشاكل. تعال نعمل ريموف بقى. لو عايز تعمل ريموف لفايل كنت اقول له كده ار ام وليكن فايل 10 اهو. بص هيعمل ايه، هيطلع يسالك ها حاج انت عايز تريموف فايل 10 ده، هقول له ايوه. واي معناها يس. الاس كده مره تاني، بص فايل 10 ايه اللي حصل له، كان موجود فوق اهو ها طار. واضحه الحكايه دي؟ يبقى لو عايز تعمل ريموف لفايل ها استخدم الامر اللي اسمه ار ام. طب لو عايز تريموف دايركتوري ار ام داير وليكن داير 3، الاس كده ايه اللي حصل لداير 3 ها اتحذفت اهي. طيب بص بقى كده، لو جيت تقول له ار ام داير لداير 2 بص ايه اللي حصل معاك، قال لك لا 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 استنى عندك بقى، لما عملتها مع داير 3 اشتغل من غير اي مشاكل، لما عملتها مع داير 2 اداك مشكله. عارف ليه؟ لان دايركتوري 2 دي مش فاضيه. ال اس كده داير 2 ها داير 2 كان جواها فايلز ودايركتوريز تانيين، يبقى لو الدايركتوري فيها كونتنت ما ينفعش تستخدم الامر اللي اسمه ها ار ام داير. تمام كده؟ طب هتستخدم الامر اللي اسمه ايه؟ ار ام بس. ار ام زي الفايل، لو جيت تقول له كده ار ام داير 2 بص ايه اللي حصل، قال لك ار ام داير 2 دي دايركتوري يا عم ده مش فايل. ليه قال لك كده؟ لان دايركتوري 2 فيها كونتنت برضه. طب الحل يعني بص استخدم الاوبشن اللي اسمه داش ار برضه. داش ار معناها ريكيرسيف، معناها عايز امسحها باللي جواها. بص كده المره دي هيسالك المره دي خلي بالك ده مش ايرور، ده بيسالك بيقول لك انت عايزني ادخل جوه دايركتوري 2 دي، هقول له ايوه. بيقول لي انا لقيت جواها داير واحد، عايز اخش جوه داير واحد؟ اه. بيقول لي لقيت فايل اسمه باك اب، باك اب فايل عايزني امسحه؟ هقول له اه. طب امسح داير واحد نفسها؟ اه. طب امسح داير 2 نفسها؟ اه. طب بص كده ال اس ها ايه اللي حصل لداير 2 دلوقتي؟ اتمسحت؟ طب بص قوي، بص بقى في حاجه غلسه جدا حصلت معايا اللي هي ايه؟ لما كانت داير 2، لما كانت داير 2 فيها ملفات هيقعد يسالني على كل ملف موجود ها تحب تمسحه ولا تسيبه؟ طبعا لو عندك دايركتوري فيها 1000 ملف ربنا يديك الصحه بقى، لو عندك دايركتوري فيها 100000 ملف يا دين النبي ده انت ممكن تقعد جنبها 20 سنه. ماشي؟ طب الحل بقى، والله يا سيدي الحل بسيط جدا. ازاي؟ بص كده ممكن استخدم الاوبشن ده ار ام داش ار اف. اف معناها فورس، يعني بص امسح بالعافيه ما تقعدش تسالني بقى يا عم، ما تقعدش توجع دماغي. ار ام داش ار اف ها وليكن لتست وورك. بص هي دايركتوري اهي، بص ايه اللي حصل، مسح من غير ما يسالني اساسا، مسح من غير ما يسالني ها. طيب بس مع الحته دي كده انا لازم احذرك، مع الحته دي انا لازم احذرك. عارف ليه؟ عشان الحركه اللي هتحصل دلوقتي، طبعا انا مش هنفذها انا اوريها لك بس كده. انا قلت لك لو عايز تمسح دايركتوري باللي جواها ها من غير ما تقعد توجع دماغك ممكن تستخدم ايه؟ ار ام داش ار اف، ار ام داش ار اف وبعد كده اسم الدايركتوري
عندنا. بص لي بقى يا سيدي، عارف لو انت بتنفذ الامر ده، لو انت بتنفذ الامر ده وغلطت الغلطة الشنيعة دي، هتودي نفسك في مصيبة لو سبت مسافة هنا. عارف لو سبت مسافة هنا هيفترض ان انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تمسح حاجة اسمها داير، وعايز تمسح الروت فايل سيستم، هيعتبر ان ده حاجة وده حاجة تانية خالص. عارف يعني ايه تمسح الروت فايل سيستم؟ انت مسحت كل حاجة تحت منه، مش كده وبس، ده انت قلت له امسح لي الروت فايل سيستم فورس وريكيرسيف. يعني ايه؟ يعني انت مسحت كل الملفات اللي موجودة عندك على السيستم. بكل بساطة انت وديت نفسك في داهية. وصلت؟ هينزل ويندوز تاني، الله يفتح عليك. لا يترفد من الشركة ويقعدوه من البيت، خلاص هيلبسوك جلابية يا معلم، انسى بقى. ماشي؟ فما تغلطش الغلطة دي، اوعى، حسك عينك، حسك عينك تعمل الغلطة دي، ولا تكون بتعمل كده مثلا سلاش تمب داير واحد. اوعى تغلط الغلطة دي، اوعى. ها انا شفت واحد قدامي غلط غلطة زي دي ودى نفسه في مصيبة، دي كارثة. اوعى تغلط الغلطة دي، وساعات ناس بيغلطوها الغلطة دي بالشكل ده. خليك حذر جدا، خليك حذر جدا لو جيت تنفذ ار ام داش ار اف. خلاص خلاص، مع السلامة. هيرجع فين يا معلم؟ شوف بقى، شوف بقى لو كان عندك باك اب تعرف تعمل ريستور، مفيش عندك باك اب، فانت ايه اول حاجة هتعملها؟ هتمسك ورقة او قلم وتقدم استقالتك وتقول لهم يلا انا ماشي بقى، مع السلامة. على طول على طول، ما تفكرش يعني، حتى احمد ربنا اصلا هم هيسيبوك تخرج من الشركة دي، ده لو ما علقوكش باب الشركة اساسا. ماشي؟ طيب كلام جميل. لحسن الحظ بقى، لو انت جيت تعمل كده على ريل سبعة، ها على ريل سبعة تحديدا، هو شايف اصلا هو بيقول لك ايه؟ It is dangerous to operate recursively on slash. شايف؟ بيقول لك خلي بالك انت بتعمل مصيبة يا عم. Use no preserve root to override this fail safe. يعني عشان تستخدمها لازم تستخدم الاوبشن ده بشكل اكسبليسيت. الكلام ده من اول ريل سبعة بس. لو انت كنت شغال مع ريل ستة فما قبل، هتودي نفسك في داهية. من اول ريل سبعة هو بيحاول يحميك من نفسك. وزي ما قلت لك قبل كده، بما انك روت فانت من حقك تعمل اي حاجة، محدش يقدر يمنعك. تمام؟ فلسه من حقك تعمل كده، بس لازم تستخدم الاوبشن ده. عارف معنى انت استخدمت الاوبشن ده مع ار ام داش ار اف سلاش؟ معناها ان انت عامد ومتعمد ان انت تعمل ايه؟ ان انت تمسح الروت فايل سيستم. وهنا دخلت في قصه تانية، انت كده دخلت في حاجه جنائيه، انت كده دخلت في حاله جنائيه يا معلم، انسى. خلاص؟ في فرق ده لما تغلط غلطه زي دي وانت شغال، وفي فرق لما تروح قايل له كده داش داش نو بريسيرف روت. انت كده دخلت في سكه تانية خالص كده يا معلم، هتحط نفسك في الكلبشات. ماشي؟ يبقى مع ريل سبعة، ها هو بيحاول يحميك من نفسك. ايوه هتلاقيها مع فيدورا كمان، لانهم الاثنين بيستخدموا نفس او اسف مش نفس بيستخدموا ابديتد فيرجن من الامر اللي اسمه ار ام، نسخه حديثه من الامر اللي اسمه ار ام. ماشي كده؟ الديفلوبرز بتوع الامر نفسه اللي كاتبينه ضافوا الاوبشن ده عشان بس لو حبيت تتعامل مع الروت فايل سيستم. ها وضحت الفكره؟ يبقى احنا النهارده عرفنا نعمل ايه؟ ها كوبي موف، ها ايه كمان؟ ريموف، كرييت دايركتوري، وتاتش فايلز. فاضل لنا بس حاجه واحده، انا عايز رينيم الفايل. يعني الفايل عندي ده مثلا كان اسمه فايل واحد، عايز اعمل له رينيم. ها
مبدئيا مفيش امر بيعمل رينيم للفايل بشكل مباشر. طب عشان تعمل رينيم تعمل ايه؟ بص كده يا سيدي، ممكن تقول له ام في لفايل واحد خليه لي بالاسم ده، وليكن هسميه ده اوجست ريبورت ال اس كده. فايل واحد ايه اللي حصل له؟ ها خلاص اختفى، بس بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه اوجست ريبورت. ها واضحه الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله؟ ها يا شباب ممتاز، يبقى تقريبا اتعلمنا البيزك اوبريشنز النهارده. اهم حاجه بس وانت بتتعامل معاها، لو انت عايز تلعب مع ملفات، لو انت عايز تلعب مع ملفات مش في نفس المكان اللي انت واقف فيه، حدد له المكان اللي انت عايز تتعامل معاه. يعني عايز تتعامل مع ملف فار، قول له لازم تحدد له كده اكسبليسيت، عايز تتعامل مع الملف اللي اسمه اكس في الفولدر اللي اسمه فار اللي تحت السلاش، او في مع الفولدر اللي فتحت يو اس ار شير مش عارف ايه وهكذا. وصلت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ها مفيش حاجه صعبه، احنا لسه بنقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لسه بنبدا. ايوه محتاجه تتعود، محتاجه ممارسه منك، ما انت من اول النهارده لازم تجرب خلاص، ما عادش يعني مجرد ان انت بس التستنج بالنسبه لك ما عادش اوبشن، لازم تجرب. ماشي طيب كلام جميل. طيب هناخد بريك بقى لمده ربع ساعه، وبعد كده نرجع نكمل بقى ايه شغلنا بقيه شغل النهارده ان شاء الله. هناخد بريك لمده ربع ساعه وبعد كده نكمل شغلنا النهارده. ماشي طيب كلام جميل.